للحديث أكثر عن القرار الأمريكي الذي منع بموجبه 14 مصرفاً عراقياً من إجراء معاملات بالدولار وكذلك أسبابه وآثاره، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو. دكتور صباح، بداية مرحباً بك. عندما تتحدث صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية وصفت القرار الأمريكي هذا بمنع 14 مصرف عراقي بالتعامل بالدولار وصفته حكما بالإعدام، يا ترى لماذا وصفته حكما بالإعدام؟ ما أثر هذا القرار الفعلي على المصارف العراقية؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة أول جانب أساسي أن الخطر الأساسي للعقوبات الأمريكية على إيران يتأثر بها العراق أولا، بسبب أولا أن إيران أصبحت ضمن منظومة مفاصل الدولة بحيث تمتلك إمكانية تغيير وعمليات الإقرار لمصالحها أولا في أي قرار عراقي، سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الأمني أو التجاري أو غير ذلك. هذا جانب هل أدركه الأمريكان متأخرا؟ كلا، ولكن بحقيقة ما يحصل أن في نوفمبر العام الماضي الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت كثيرا من عمليات التحويل إلى إيران، سواء كانت رسمية أو نتيجة لعمليات تزويد العراق بالطاقة الكهربائية أو الغاز أو عمال التجارة وغير ذلك، ولكن تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من تحجيم نسبة كبيرة جدا من الحوالات الرسمية عن طريق نظام سويفت. ولكن رغم ذلك اتخذت قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإيقاف 4 مصارف للتعامل، وأعطت إنذارا للحكومة العراقية بضرورة وضع نظام حقيقي يتعامل به العالم دوليا في التحويلات، مما اضطرت البنك المركزي العراقي إلى وضع منصة خاصة في عمليات التحويل. ولكن هذا الجانب أيضا تم خرقه من قبل عديد المصارف، علما بأن العراق يمتلك ما لا يقل عن 60 إلى 65 مصرفا تجاريا غير حكومي. ولذلك نلاحظ أن المتابعة الأمريكية لعمليات التحويل حتى ضمن المنصة هناك عمليات تحايل، سواء كانت عن طريق المصارف أو الشركات الصارفة المختلفة التي تمتلك إمكانيات عمليات التحويل سواء لإيران أو غيرها. يعني هذا القرار يعني لا جدوى منه؟ إذا كانت هناك مثلا مكاتب الصيرفة، شركات الصيرفة تستطيع التحويل لإيران، هذا القرار يعني البنك المركزي يعني قلل من تأثير هذا القرار الأمريكي وقال إنه جاء بعد تدقيق لحسابات العام الماضي، يعني في إشارة إلى التقليل من أثر هذا القرار على المصارف العراقية. في اعتقادي القرار الأمريكي سيأتي أكله خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 3 إلى 4 أشهر حقيقة، بعد أن تدخل عديد المصارف الأخرى. يعني حاليا امتلكنا 14 وتم عمليات إيقاف التعامل معها، ولكن المصارف الأخرى الموجودة ما زالت لغاية الآن تحت عملية المحاسبة والمتابعة لكل حوالاتها المختلفة. ولذلك نلاحظ قريبا في اعتقادي ستظهر الآثار السلبية، بدءا من ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، واليوم كان ب 152، فهذا يدلل على أنه بدأت عمليات أثر القرار الأمريكي على المصارف العراقية، علما بأن عملية وجود الصيرفات والشركات والتحويلات والمصارف التجارية الخاصة التي اعتمدت عملية الربح على حساب المنظومة المصرفية الحقيقية في مسائل الإيداع
ومسائل القروض وغيرها. أغلب هذه المصارف عمليات القروض والإيداع ضعيفة جدا، ولذلك بسرعة ستنهار إن لم تكن هناك عمليات بيع وشراء للعملة. يعني تشتري العملة من خلال البنك المركزي. هل تعتقد أن القرار يمنع فعليا تحويل الدولار إلى إيران من العراق؟ سيقلل لا شك في ذلك، وسيؤثر وقد يدفع الخطأ الذي قد ترتكبه بعض المصارف والصيرفات والشركات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ عقوبات أخرى أكثر شدة على المصارف والشركات الصيرفة العراقية. وهذا لاحظ واضح جدا أن عمليات بيع العملة في البنك المركزي العراقي المرتبطة بعمليات الاستيراد للبضائع من الخارج، يتم عمليات تحويل مبالغ كبيرة جدا، ولكن البضائع تعود بنسبة لا تزيد عن بين 50-60% من الحوالات، وهذا سيتأثر مستقبلا بعد أن تتم عمليات وضع كثيرا من القيود ضمن نظام سويفت. من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علا، وكنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.